في جو تنافسي نزيه، سعيا وراء الظفر بالكأس الوطنية العسكرية للكاراتيدو واعتلاء منصة التتويج، جرت الأدوار النهائية وبأداء جيد تميز فيه التنسيق، القوة، السرعة في تنفيذ الحركة والسيطرة على الخصم. عرفت فيه عناصر الناحية العسكرية الأولى كيف تسيطر على كل الألقاب. الستة نجحت على خاصة الاختصاص تاع الكاراتيه هذا هو التحضير المبكر لهذا يعني البطولة والكأس، وخاصة الكأس اللي كانت فيه يعني شفنا واللي كاين يعني احتك بين الرياضيين. لتختتم التظاهرة بتوزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين، لتليها كلمة اختتامية لقائد مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية بابن عكنو. أيها الرياضيون، إن مستواكم البدني العالي والإمكانيات الكبيرة المتاحة هما خير الدافع إلى بذل المزيد من المجهودات في هذا المجال الرياضي، لأن المرحلة تتطلب منا ذلك، ومهمتنا حالياً تفرض علينا أن نكون مدربين تدريباً جيداً.